عن منظومه التجاره الداخليه والبنيه التحتيه للتجاره الداخليه. هنرجع نتكلم على البورصه، ولكن نقدم تهنئه للنائب محمد ابو العنين وكيل مجلس النواب. سيراميكا كليوباترا هو بطل كاس رابطه المحترفين بعد ورئيس مجلس اداره نادي سيراميكا كليوباترا طبعا فازوا على النادي المصري 4-1. ولكن اجمل هدف السنه دي محمد شكري. محمد شكري ده ابننا، ابن النادي الاهلي، راح طبعا اعاره سيراميكا كليوباترا وهيرجع للنادي الاهلي. وكمان صلاح محسن ابن النادي الاهلي كمان سجل جون، ولكن زي ما بقول لكم فوز كبير جدا لسيراميكا كليوباترا، اول بطوله لسيراميكا كليوباترا والفوز بكاس رابطه الانديه للمحترفين النهارده بعد الفوز على مباراه كبيره جدا رائعه على النادي المصري البورسعيدي اللي كان جاي بالاف الجماهير والمشجعين. ولكن نادي سيراميكا كليوباترا مليون مبروك للنائب محمد ابو العنين اللي كان طبعا حاضر الماتش، وطارق ابو العنين هو المشرف العام على نادي سيراميكا كليوباترا. الف مبروك على هذه البطوله، هي اول بطوله لنادي سيراميكا كليوباترا. مليون مبروك لسياده النائب وايضا لطارق ابو العنين على هذا الفوز وهذه البطوله الكبيره النهارده، فوز كبير وفوز مستحق 4-1. نروح للبورصه السلعيه. هل اثر مبروك على الكاس لسيراميكا كليوباترا؟ خالص التهاني يعني. نروح ل